I want to tell you something, but I just need you to promise me you're going to stay calm. Oh, Adam, don't be so overdramatic. Mom, just promise, okay? Okay, I promise. Okay. I have cancer. What do you mean you have cancer? I have cancer. What do you want me to say? When did this happen? A couple days ago. A couple of days ago? You waited a couple of days to tell me? I'm sorry. You're right. مام يصادف الرابع من شهر فبراير شباط اليوم العالمي للسرطان. هذا القاتل الخبيث الذي تزداد أعداد ضحاياه بشكل مهول عاما بعد الآخر لا يميز بين صغير وكبير، حتى أن الكثير من الناس يخافون النطق باسمه أثناء حديثهم ويكتفون بالرمز له بقولهم ذلك الشيء أو ذلك المرض، ربما خوفا من أن يظهر لهم في حياتهم. في بريطانيا شخص واحد من كل شخصين اثنين سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياته، وذلك وفقا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للسرطان. لكن ما هو السرطان؟ ما هي أسباب الإصابة به؟ كيف يقضي السرطان على ضحاياه؟ ما هي طرق العلاج؟ وكيف يمكننا الوقاية منه؟ وكذلك هل حقا قد نصاب بالسرطان باستخدامنا المتكرر للمايكروويف؟ أو بشربنا من قنينات الماء البلاستيكية؟ أو باستخدام مزيلات العرق وغيرها؟ هذه كلها أسئلة سأقوم بالإجابة عنها في هذه الحلقة. حلقة اليوم ستكون هامة جدا، لذلك لا تنسوا مشاركتها مع من تحبون. تابعوا معنا الحلقة. ما هو أصل تسمية المرض؟ يعود أصل تسمية المرض بالسرطان إلى الطبيب اليوناني أبوقراط، الذي يعتبره كثيرون أبو الطب الحديث، حتى استخدم أبوقراط الكلمة اليونانية كارسينوس، والتي تعني الكائن البحري المسمى بالسرطان في وصف الأورام السرطانية. ومن ثم قام الطبيب الروماني سيلزيوس بترجمة الكلمة إلى اللاتينية فأصبحت كانسر. ومع أن السرطان هو أحد أخطر أمراض هذا العصر، إلا أن أول حالة سجلت لهذا المرض اكتشفها العلماء في إحدى مومياءات مصر، الشيء الذي يدل على أن هذا المرض كان متواجدا منذ القدم لكن بنسبة نادرة جدا. ما هي أكثر البلدان إصابة بالمرض؟ حوالي 1 من كل 6 حالات وفاة على كوكب الأرض سببها مرض السرطان، ما يجعل هذا المرض الخبيث يحتل المرتبة الثانية لأسباب الوفاة في العالم، وذلك بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. إلا أن الدول التي تحتل الصدارة في نسبة المصابين بهذا المرض هي الدول المتقدمة اقتصاديا، والتي يكون فيها متوسط أعمار الناس مرتفعا. الشيء الذي يعزز فرضية أن التقدم في العمر هو أحد العوامل الرئيسية للإصابة بالسرطان، ويظهر ذلك واضحا إذا ما ألقينا نظرة على ترتيب 10 دول ذات أعلى نسبة لحالات الإصابة بالسرطان لعام 2018، والتي جاءت كالتالي: هولندا، النرويج، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، هنغاريا، جمهورية إيرلندا، نيوزيلندا. أما المرتبة الأولى فقد احتلتها أستراليا. كيف يحدث السرطان؟ لنتعرف باختصار كيف ينشأ السرطان وكيف ينتشر في الجسم. يتكون جسم الإنسان من أكثر من 60 مليار خلية. هذه الخلايا تتجمع كأنسجة لتكون أعضاء الجسم مثل الكبد والقلب والرئتين وغيرها من باقي الأعضاء. عندما يحتاج الجسم لمزيد من الخلايا تقوم كل خلية بالانقسام إلى خليتين، وذلك لتقوم بتعويض الخلايا الميتة أو المتضررة. هذه العملية تسمح لأنسجة الجسم بالحفاظ على شكلها الطبيعي وكذلك الحفاظ على وظائفها. كل خلية مبرمجة بشكل دقيق ومعقد كي تتكاثر بشكل مضبوط وتموت بعد انتهاء مدة صلاحيتها. هذا النظام المعقد يتم التحكم به من طرف الحمض النووي أو ما يعرف بالDNA المتواجد في جينات الخلية. في بعض الأحيان بسبب عوامل متعددة يحدث تغيير أو تطرأ طفرة تؤثر على وظيفة جينات الخلية، ما يجعلها تصبح غير طبيعية
فتبدأ ترسل الجينات أوامر إلى الخلية للتكاثر والتصرف بشكل عدائي، ما يؤدي إلى تكاثر الخلايا المصابة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، وبالتالي التجمع الذي تكونه هذه الخلايا المصابة يسمى بالورم. هذه العملية وبالرغم من بساطتها، إلا أن المدة المستغرقة بين ظهور أول خلية مصابة حتى حين تصبح ورما بحجم 1 سنتيمتر مكعب قد تستغرق من 10 إلى 30 عاما. لنأخذ مثالا على ذلك، سرطان القولون على سبيل المثال يبدأ في بطانة الأمعاء. تبدأ خلية واحدة حدثت عليها طفرة بالانقسام والتكاثر بطريقة لا يمكن للجسم التحكم بها. تتجمع بعد ذلك كمية كبيرة من الخلايا المصابة وتبدأ باختراق جدار الأمعاء والخروج إلى السطح، ثم تقوم بعد ذلك بمهاجمة الأعضاء والأنسجة القريبة منها والانتشار أكثر في الجسم. وعادة هذه هي المرحلة التي تبدأ تظهر فيها لدى الإنسان بعض أعراض مرض السرطان. وأخطر عملية يقوم بها مرض السرطان هي أن يصبح مرضا ثانويا، بمعنى أن يقوم بالانتشار إلى أعضاء أخرى وتدميرها. كما ترون هنا، هذه هي الأوعية اللمفاوية التي تظهر باللون الأبيض، وإلى جانبها الأوعية الدموية التي تظهر باللون الأحمر والتي هي مرتبطة بجدار القولون. ولكي يعيش هذا الورم ويتكاثر، يقوم باستخدام الشعيرات الدموية التي تقوم بتزويده بالأكسجين والمواد المغذية، ما يسمح له بالعيش والنمو أكثر. لا يصبح الورم خطيرا جدا إلا عندما تبدأ الخلايا السرطانية باختراق العقد اللمفاوية والشعيرات الدموية والاختلاط بمجرى الدم، ما يسمح للخلايا السرطانية بالانتقال إلى أعضاء الجسم الأخرى، خاصة الأعضاء والأنسجة المحيطة بالورم. وبالتالي تتمكن بعض من هذه الخلايا المسرطنة بالانتقال إلى أعضاء أخرى بعيدة في الجسم، وتقوم بالتكاثر وتكوين أورام أخرى. إذا انتشر السرطان في جسم الإنسان، يصبح من الصعب جدا القضاء عليه، لذلك الكشف المبكر للسرطان يلعب دورا هاما في علاج هذا المرض الخبيث. وهناك ما يزيد على 200 نوع من أنواع الأمراض السرطانية التي تختلف باختلاف النسيج، ما يعني أن جميع أعضاء الجسم كلها عرضة للإصابة بالسرطان دون استثناء، وذلك يشمل العظام والدم النقوي أو ما يعرف باللوكيميا، والجلد وجميع أعضاء الجسم مثل الكبد والرئتين والثدي وغيرها. ما هي أكثر أنواع السرطان انتشارا؟ أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الجسين هي كما يلي: عند الذكور في المرتبة الأولى سرطان الرئة، في المرتبة الثانية سرطان البروستات، في المرتبة الثالثة سرطان القولون بنسبة 11% من مجموع الحالات. أما عند النساء ففي المرتبة الأولى سرطان الثدي، يأتي بعده سرطان القولون في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة سرطان الرئة. ما هي الأعراض التي تظهر على مرضى السرطان؟ هنالك أعراض مشتركة وهنالك كذلك أعراض خاصة بكل مرض على حدة، وقد تظهر واحدة أو العديد من الأعراض التالية: الحمى، بعض الآلام، شعور بالتعب والإرهاق، نقص مفاجئ في الوزن، ظهور كتلة أو سمك محسوس تحت الجلد، تغير لون الجلد، وجود جروح لا تلتئم، كحة مستمرة، بحة في الصوت، صعوبة في البلع، عسر في الهضم، تغير في عدد التبرز والإخراج، وكذلك تكرر العدوى من الأمراض. إلا أنه يجب الانتباه أن ظهور بعض من هذه الأعراض بالطبع لا يعني بالضرورة وجود مرض السرطان، فهذه الأعراض قد تصاحب أي مرض آخر، لذا لا يمكن تشخيص المرض إلا بعد الفحص الطبي الشامل وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. أما ما يخص الأعراض الخاصة بكل حالة سرطان، فمثلا من أعراض سرطان الرئة الكحة، خروج الدم مع البلغم، ظهور بحة في الصوت، وضيق في التنفس. بالنسبة لسرطان القولون، زيادة الإمساك أو الإسهال، نقص الوزن، خروج الدم مع البراز. كما يخص سرطان البروستات عند الذكور، صعوبة في التبول، كثرة التبول خصوصا في الليل، خروج الدم مع البول، ضعف القدرة على الانتصاب. أما بعض أعراض سرطان الثدي، وجود كتلة غريبة في الثدي، خروج سائل من حلمة الثدي، تغير شكل أو حجم الثدي، وكذلك تغير شكل أو حجم حلمة الثدي. يستخدم الأطباء نظاما ترقيميا لتحديد مرحلة انتشار السرطان في جسم المريض. معظم أنواع السرطان لها 4 مراحل، فيما يلي ملخص مختصر لما تعنيه هذه المراحل الأربع. المرحلة الأولى
عادة يكون السرطان صغيرا نسبيا ومحصورا في نطاق العضو الذي بدأ فيه المرض. المرحلة الثانية، وتعني أن الورم أصبح أكبر من المرحلة الأولى، لكن السرطان لم يبدأ بالانتشار في الأنسجة المحيطة من العضو المصاب. المرحلة الثالثة، عادة ما تعني أن السرطان أصبح أكبر بكثير، ربما بدأت الخلايا السرطانية تنتشر في الأنسجة المحيطة، وهناك خلايا سرطانية في العقد اللمفية في المنطقة المصابة. المرحلة الرابعة، وهذه هي أخطر المراحل، وتعني أن السرطان انتشر من العضو المصاب وانتقل إلى عضو آخر أو إلى أعضاء أخرى في الجسم، وهذا ما يسمى أيضا بالسرطان الثانوي. ما هي العوامل المسببة لمرض السرطان؟ إن السبب الحقيقي وراء السرطان ما يزال مدار بحث بين العلماء، لكنهم توصلوا إلى عوامل كثيرة ثبت طبيا ارتباطها بمرض السرطان، وأشهرها التبغ، حيث توجد علاقة قوية بين التدخين وبين الإصابة بستة عشر نوعا من السرطان، وهي سرطانات الرئة، الفم، الحلق، الأنف، الجيوب الأنفية، المرئة، المثانة، الكلى، الحالب، البنكرياس، الكبد، المعدة، الأمعاء، عنق الرحم، المبيض، واللوكيميا النخاعية. حتى إذا كنت لا تستخدم التبغ، فإن التعرض للدخان السلبي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. تناول المشروبات الكحولية، هنالك علاقة وثيقة بين تناول المشروبات الكحولية وبين سبعة أنواع من السرطان، وهي سرطان الأمعاء، الثدي، الحنجرة، الكبد، الفم، المريء، والبلعوم. التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصا الأشعة فوق البنفسجية الضارة، دون ارتداء الملابس الواقية أو حتى دون استخدام كريم واق من أشعة الشمس، قد تؤدي جميعها للإصابة بسرطان الجلد. التغذية غير السليمة، وذلك عادة بالاكثار من تناول الوجبات السريعة الكثيرة الدهون وتجنب الأغذية الصحية المتوازنة الغنية بالفاكهة والخضروات. عدم ممارسة الرياضة بانتظام، والسمنة والزيادة المفرطة في الوزن، كلها عوامل ترفع من احتمال الإصابة بالسرطان. الإصابة بفيروسات محددة تسبب السرطان مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة، التعرض لبعض السموم والمنتجات الكيميائية والإشعاعات، كما أن بعض حالات الإصابة بالمرض هي وراثية. وهنالك كذلك عوامل أخرى كثيرة تؤدي للإصابة بمرض السرطان، لكن يصعب حصرها جميعا في هذا الفيديو. ما هي طرق علاج السرطان؟ الهدف من العلاج هو إما محاولة القضاء على الورم واستئصاله، وذلك في حالات الكشف المبكر للمرض، أو عبر احتواء المرض ومنعه من النمو، وذلك في حال انتشاره في الجسم. هنالك عدة طرق لمحاولة علاج السرطان، لكن توجد ثلاث طرق رئيسية في التعامل مع المرض، وهي أولا التدخل الجراحي، وذلك لإزالة الورم بشكل كامل أو بإزالة جزء منه. ثانيا العلاج الكيميائي، أو ما يعرف بالكيموثيرابي. العلاج الكيميائي هو عبارة عن دواء يمكن للمريض أخذه بطرق مختلفة، أشهرها بالحقن عن طريق الوريد. ثالثا العلاج بالأشعة أو راديوثيرابي، وذلك بتعريض الورم إلى الأشعة حيث تمنع الخلايا السرطانية من التكاثر وبالتالي القضاء عليها. وهنا يجدر الذكر إلى أن العلاج الكيميائي والعلاج بالأشعة لا يميز بين الخلايا السليمة والخلايا السرطانية، فهذا النوع من العلاج يقوم بالتأثير والقضاء على جميع الخلايا المسرطنة والسليمة على حد سواء، الشيء الذي يفسر حدوث الأعراض الجانبية الحادة للمريض أثناء العلاج، وبعد ذلك تقوم باقي الخلايا السليمة بالتكاثر مرة أخرى لتعويض الخلايا الميتة. حقائق وأوهام حول السرطان. سأذكر بعض المعتقدات الشائعة حول مرض السرطان التي قد تكون صادمة لكم، كما أنني سأضع في الوصف المصادر العلمية التي يمكنكم الرجوع إليها للتأكد من هذه المعلومات. لنبدأ. هل استخدام الميكروويف يسبب السرطان؟ هذا غير صحيح، هذه واحدة من أكثر المعلومات الخاطئة شيوعا حول مرض السرطان، حيث لا يوجد أي دليل علمي إلى حد الساعة يؤكد ارتباط استخدام الميكروويف بالإصابة بمرض السرطان. هل حفظ الماء في قنينات بلاستيكية يسبب السرطان؟ لا يوجد أي دليل علمي على العلاقة بين السرطان وبين استخدام قنينات المياه البلاستيكية. هل مواد التجميل والحلاقة ومزيلات العرق تسبب السرطان؟ لم يثبت وجود أي صلة تربط بين السرطان والمواد الكيميائية المستخدمة في مستحضرات التجميل ومنتجات الزينة،
بما في ذلك المرطبات والشامبو ومعاجين الأسنان ومضادات التعرق تحت الإبط أو مزيلة الروائح. هل حمالات الصدر النسائية تسبب السرطان؟ هذا خطأ. لا علاقة لحمالات الصدر النسائية بمرض السرطان على الإطلاق. هل الأطعمة العضوية أو الأورغانيك فود تحمي من السرطان؟ لا يوجد حاليا أي دليل قوي يدعم فكرة أن الأطعمة العضوية توفر حماية إضافية ضد السرطان مقارنة بالمنتجات المزروعة بشكل تقليدي. هل الإرهاق النفسي والعصبي يسببان السرطان؟ نسمع كثيرا أن الإرهاق النفسي والإرهاق العصبي من مسببات السرطان، لكن لم يثبت علميا أي دليل يؤكد ذلك. هل استخدام الهاتف الجوال يعرض الإنسان للإصابة بالسرطان؟ كم مرة سمعنا أن الهواتف النقالة تسبب السرطان؟ يجب أن نعرف أن السرطان يحدث بسبب طفرات تحدث على الجينات الوراثية داخل الخلية، في حين تطلق الهواتف الخلوية نوعا من الطاقة منخفضة التردد لا تضر بالجينات على الإطلاق. هل السرطان يصيب الحيوانات والنباتات؟ هذا صحيح، الحيوانات والنباتات مثل الإنسان هي أيضا معرضة للإصابة بأنواع من السرطان. هل تناول كميات أقل من السكر يساعد في القضاء على السرطان؟ لم تثبت الأبحاث العلمية إلى حد الآن أن تناول السكر سيجعل السرطان أسوأ، أو أن المصاب بالسرطان إذا توقف عن تناول السكر سوف يتقلص السرطان أو يختفي تماما من جسمه. هل السرطان مرض معدٍ؟ هذا غير صحيح، السرطان ليس مرضا معديا ينتشر بسهولة من شخص إلى آخر. هل يوجد علاج نباتي لشفاء السرطان؟ لم يثبت ذلك إلى حد الآن. هل أصباغ الشعر تزيد من احتمال الإصابة بالمرض؟ لا يوجد دليل علمي مقنع بأن الاستخدام الشخصي لأصباغ الشعر تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. وفي نفس الوقت تشير بعض الدراسات إلى أن مصففي الشعر والحلاقين الذين يتعرضون بشكل منتظم لكميات كبيرة من أصباغ الشعر والمنتجات الكيميائية الأخرى قد يكون لديهم خطر متزايد لسرطان المثانة. هل السرطان لا يصيب الأشخاص الطيبين؟ كان ينظر في العصور القديمة إلى المرض في كثير من الأحيان كعقاب على الأفعال السيئة أو الأفكار السيئة، لكن إذا كان هذا صحيحا فكيف نبرر إصابة أطفال حديثي الولادة أو في الأشهر الأولى من حياتهم بمرض السرطان؟ هؤلاء الصغار لم يكونوا سيئين. هل حبوب منع الحمل تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان؟ أكدت الأبحاث أن الاستمرار في استخدام حبوب منع الحمل المكونة من هرموني الأستروجين والبروجستيرون تزيد من مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم. إن تناول حبوب منع الحمل لفترة قصيرة قد لا يؤدي لأي تأثير ملحوظ، ولكن النساء اللواتي يستخدمن هذه الحبوب لمدة 5 سنوات متواصلة أو أكثر لديهن تقريبا ضعف خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم مقارنة بالنساء اللاتي لم يستخدمن حبوب منع الحمل. هل الخبز الأسمر والأرز البني يقللان من نسبة الإصابة بالسرطان؟ هذا صحيح، فقد وجدت تقارير طبية أن تناول ما لا يقل عن 90 غراما من الحبوب الكاملة يوميا من الأطعمة مثل الخبز الكامل أو ما يعرف بالخبز الأسمر والأرز البني وجدوا أنها تقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17%. وأخيرا وصلنا إلى نهاية الحلقة، نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم كل شر وأن يدفع عنا وعنكم كل مكروه وسوء. أرجو أن لا تبخلوا بنشر هذا الفيديو إلى كل من تحبون، ومن يدري فقد تكونون سببا في مساعدة شخص ما في بلد ما على تجنب هذا المرض، يكتب لكم من ورائه أجر عظيم. كان معكم حيدر جبار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.